فاختلف أهل العلم متى يتشكل الجنين، يعني تنفخ فيه الروح ويتشكل الجنين يصير آدميا وبالتالي تطبق عليه الأحكام. لو وحدة يعني ضربت على بطنها وهي حامل ومات اللي ببطنها، هذا له دية ولا ما له دية؟ واضح؟ يعني ضربتها امرأة وضربها رجل على بطنها، هل هذا اللي ببطنها له دية ولا ما له دية؟ قالوا إذا كان نفخت فيه الروح له دية وهو عشر دية أمه، وإذا كان ما نفخت فيه الروح ليس له دية وإنه عقوبة. طيب فمتى يكون له دية ومتى ما يكون له دية؟ متى إذا سقطت تعتبر نفساء وإذا سقطت ما تعتبر نفساء؟ على المذهب يقول العبرة بشكل الجنين، إذا اللي سقطته شكل آدمي رأس ويدان ورجلان ظهر وصدر وبطن، واضح ولا لا؟ شكل آدمي هذا إذن نفساء وبالتالي الدية وهالسوالف هذه. إذا اللي سقطته قطعة لحم يعني لا يبين رأس، لا تبين يدين، لا تبين رجلين، لا صدر، لا ظهر، قطعة لحم، قالوا هذه ليست نفساء وبالتالي ليس له دية.